والآن جاء الوقت لنعرف من الفاز فيه يا أنس. طبعا جانا 26 مشاركة، 26 وصلوا معنا إلى المرحلة النهائية في معرض وجائزة ابتكر. جميعهم يحملون براءات اختراع، أكثر من شخص منهم يحمل براءة اختراع مسجلة إما في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا أو بهما معا، أو كلهم طبعا مسجلين في المملكة العربية السعودية. كانت المنافسة صعبة صراحة، الأفكار كانت كلها جريئة وقوية. طبعا راح يفوز 3 أشخاص. عندنا المركز الأول يحصل على 150,000 ريال وفرصة للدخول في برنامج تسجيل براءات الاختراع لتحويل هذا الابتكار إلى مشروع تجاري. المركز الثاني على 100,000، المركز الثالث على 50,000. المركز الثالث الدكتور فهد إبراهيم فتيني. Yeah.
إبراهيم الرشيد على دعمك، التاريخ لا ينسى. شكرا لدعمك نهضة الابتكار في المملكة. نراكم السنة الجاية إن شاء الله 2019. نراكم السنة الجاية.